عمري ايه قبل اللي نادي، عمري ضايع عمري فاضي، واللي عشته من حياتي ورقة فاضية وقلم، واللي كانت روحي فيها كدبتني ليه عينيها، فجأة راحت مش لاقيها زي حلم اتهدم. حكايتي قصة من هروب لهروب، ولسه بحلم يوم بمرسى ومركبة وحضن وصبية، دي حياتي شايفها سد مش مهمة لأي حد، نفسي أعيش بس نعيش ولا يبقى كتير عليا. وبعدين المرتب اللي انت بتقول عليه ده المفروض يعمل لك ايه؟ يوكلك ويشربك ويجيب لك شقه وعفش ويجوزك ويخليك تصرف على بيتك وعيالك وتكبرهم وتامن لهم مستقبلهم وتعلمهم وتخليهم احسن منك؟ انا هحاول اقنعه كده بقد ايه الكتابه دي مهمه بالنسبه لي، وقد ايه وقفته هو مهمه بالنسبه لي، ما يهمنيش اي حد تاني.